باقرة المدارس الموسم الثامن ومباراة صعبة جدا على مدرسة نيو فيجن. مدرسة نيو فيجن ما عندكوش نقط، ومدرسة نبوية موسى اكتسبوا ثقة ومعاهم 80 نقطة. وعندنا تغييرين في مدرسة نبوية موسى. فاطمة الزهراء نزلت مكان روان خالد، وكاتي كريم نزلت مكان روعة ضيفي. وفي مدرسة نيو فيجن حصل عندنا تغييرين، ريناد أحمد مكان مريم طارق، ويوسف طارق مكان يوسف عمر. ريناد أحمد زيك؟ الحمد لله. أول مرة تشاركي؟ كان الله في عونك، نازلة في موقف صعب. من وجهة نظرك إيه اللي حصل؟ هو بس توتر، يعني هما كانواش مركزين. عايز تخش كمبيوتر ساينس، اشمعنى كمبيوتر ساينس؟ أحب المجال ده، وكده ده شغل المستقبل كله. جميل جدا. أخبار التايكوندو إيه؟ الحمد لله. معاك حزام أزرق؟ ما شاء الله. هتكملي؟ إن شاء الله. ابتديتي بطولات ولا لسه؟ لسه واخدة 3 تصفيات منتخب قريب. ما شاء الله، برافو عليكي. امتى هناخد الحزام الأسود؟ إن شاء الله لآخر السنة دي. بجد؟ ناوية يعني؟ إن شاء الله. برافو عليكي، بالتوفيق يا ريناد. مدرسة نيو فيجن الشرقية لازم نرجع في المباراة، اتفقنا؟ ودلوقتي مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة 4 أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول 2 مريم فاروق وشهد تامر، اتفضلوا. سؤال في المعلومات العامة. روح رياضية. معلومات عامة، والسؤال هو رنمنبي هو الاسم الآخر للعملة الرسمية لإحدى الدول الآسيوية، فما هي الدولة؟ عملة الشعب، ده المعنى الحرفي ليها رنمنبي. دولة آسيوية كبيرة جدا، هي ايه؟ الصين. الصين إجابة صحيحة. الصين هي الإجابة الصحيحة، 10 نقط. وبكده نتيجة 90 نبوية موسى. نازلة في الرياضة، عندهمش اختيار، موقف وحش جدا يا يوسف، محتاجين نبتدي رياضة. والسؤال هو إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة وتلعب على أرضية ترابية، فما هي؟ رولان جاروس. رولان جاروس أكيد. رولان جاروس في فرنسا، أكيد إجابة صحيحة. برافو عليك يا فاطمة، 10 نقط كده النتيجة 100 نبوية موسى. نيو فيجن لسه ما فيش نقط. تكنولوجيا، والسؤال هو ما هي جنسية الأخوان توماس وجون نول مطوري برنامج معالجة الصور الشهير أدوبي فوتوشوب؟ أمريكان. أمريكان إجابة صحيحة. الجنسية الأمريكية هي الإجابة الصحيحة. أول 10 نقط لنيو فيجن، 10 نيو فيجن، 100 نبوية موسى. سؤال في القدرات الذهنية. السؤال اللي جاي محتاج شوية تركيز، ما هو صعب، عايز شوية تركيز. اتفقنا يا فاطمة؟ جاهزة؟ إن شاء الله. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية. 36 في 3 ناقص 216 على 2 زائد 2350 يساوي كام؟ 36 في 3 ناقص 216 على 2 زائد 2350 يساوي كام؟ 2550. إجابة خاطئة. صفر. للأسف إجابة خاطئة.
الإجابة الصحيحة 2350. تفضل. النتيجة في نهاية الفقرة 10 نيو فيجن 100 نبوية موسى. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أربع أسئلة بأربعين نقطة تعتمد على السرعة، ليكم أنتوا التمانية. وأول سؤال في السينما والمسرح، والسؤال هو: كتب جورج لوكس قصة الثلاثية الأولى من سلسلة أفلام شهيرة عن الفضاء، فما اسمها؟ فاطمة. أفنجرز. أفنجرز. فاطمة كان عندها رأي تاني، فاطمة الزهراء مش موافقة. إجابة خاطئة. مريم. The Space. مريم. إجابة خاطئة. فاطمة الزهراء، كنت عايز تقول إيه؟ Star Wars. الإجابة الصحيحة Star Wars. السؤال الثاني في الأغاني والموسيقى، والسؤال هو: من هي الفنانة الراحلة التي غنت وحياة عينيك في فيلم الزوجة 13؟ شادية. شادية يا شاد. إجابة صحيحة. شادية ورشدي أباظة. طبعا يا شاهد 10 نقط، وبكده نتيجة 110. نبوية موسى نيو فيجن 10. قبل ما اسال السؤال في اللوحات والمعالم، عايز ارجع لكاتي. ازيك يا كاتي؟ الحمد لله. فاكره الحلقه اللي فاتت اتفقنا على ايه؟ اتفقنا على ايه؟ اجيب لحضرتك اللوح وتشوفه، اللوح ونتفرج عليها، صح؟ جبتيهم معاكي؟ ونحب نشوفه. دي واحده جميلة جدا. واحدة واحدة، استني بقى، استني نشوف الأولانية. خدت منك وقت قد إيه عشان تخلصيها؟ يعني تلات أسابيع. تلات أسابيع. ده كولاج؟ جميل جدا، حلوة جدا جدا، ألوانها جميلة ومتناسقة. طيب التانية بقى؟ مندلة. ما شاء الله. خدت منك وقت قد إيه؟ دي برضو يعني بتاع تلات أسابيع. تلات أسابيع. كلنا نحيي كاتي كريم. كاتي انا هاخد الاثنين. اوكي. هعلقهم في مكتبي، ممكن؟ اوكي، تشرف ليا طبعا. اشكرك، ميرسي يا كاتي. السؤال الثالث، لوحات ومعالم، والسؤال هو: كينكاكو جي احد اكثر المعالم جذبا للسياح في دوله اسيويه، فما هي؟ الصين. الصين. اجابه خاطئه. المعبد ده فين؟ في إجابة؟ كاتي إجابتك. اليابان. إجابة صحيحة. فعلا في اليابان. 10 نقط لكاتي، وكده نتيجة 120. مدرسة نبوية موسى 10 نيو فيجن. السؤال اللي جاي سهل، سهل الممتنع. سرعة البديهة، والسؤال هو: كم عدد مرات تكرار العدد 19 في الصورة؟ مريم. خمسة. خمسة بعشر نقط. إجابة صحيحة. عشر نقط مهمين جدا للنيو فيجن، وبكده النتيجة 20 نيو فيجن 120 نبوية موسى. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب5000 جنيه بما يساوي 300,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 700,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.